يقول إني مقيم في صنعاء وسافرت يوم الخميس إلى قريتي في محافظة كفر حيث أنني صليت العصر في صنعاء جماعة ثم صليت المغرب بعده قصرا ركعتين ثم شعرت بأن صلاتي غير صحيحة بعد وصولي إلى تعز في التاسعة ليلا فصليت العشاء فقط ووجهوني جزاكم الله خير. والمغرب لا تقصر، المغرب لا تقصر ثلاث ركعات لأنها وتر النهار، فإذا كان قصر صلاة المغرب فإن عليه الإعادة، يعيد صلاة المغرب ويصليها ثلاثا لأن صلاته الأولى التي قصر فيها المغرب غير صحيحة، فعليه أن يعيد صلاة المغرب.